في هذه الآية المباركة عدة أمور نستعرض منها بعد مقدمة. المقدمة من أولويات العقيدة الإسلامية هي أن نحمل أقوال وأفعال المسلم على الصحة، بمعنى أن المسلم إذا كان يبيع ويشتري في بيئة إسلامية في أسواق إسلامية لابد أن نحترم هذا المسلم ونحمل أقواله وأفعاله على الصحة لعدة أمور أو لعدة أسباب. السبب الأول من باب التكريم، لأن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم في القرآن الكريم، وكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. القرآن هالشكل يشير، هذا أولا السبب الأول. السبب الثاني ألا نقدم ورقة للمجتمع، بمعنى هذا المجتمع يسيء الظن بالآخرين، كل ما نقدم شخصية يقولون هذه الشخصية شنو كان حرامي، هذا مو صحيح، ذاك مو صحيح، هذا مو صحيح، وبالتالي تفشي إساءة الظن بالمجتمع كان فيه خطورة على المجتمع، لأن الناس تبقى شنو تشكك. فالعقيدة الإسلامية تأمرنا أن لا نسيء الظن بالآخرين، وإنما من الواجب حمل أقوالك وأفعالك على الصحة، لأن هذا مسلم والمسلم يجب أن يحترم. الأمور اللي في الآية المباركة، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، طبعا هذا الخطاب كما ذكرنا في المحاضرات السابقة قلنا أن المؤمن معني بهذا الخطاب وغير المؤمن غير معني بهذا الخطاب. المعني هو المؤمن من آمن بالله، ودائما القرآن يخاطب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا شني، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا الخطاب ما زال ولا يزال يتكرر، والمعني والمخاطب فيه هو المؤمن. فإذا يلزمنا أن نصغي لهذا الخطاب حينما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، فجاء الأمر الأول خيانة الله تبارك وتعالى. ما معنى خيانة الله؟ أولا هي عدم أداء الواجبات وعدم تنفيذ الفروضات. الله فرض علينا الصيام مثلا، وفرض في الصيام الواجبات فيه التفصيل، وفرض علينا الحج إذا استطعنا، وفرض علينا الخمس، وفرض علينا الزكاة بعدما فرض علينا الصلاة وهي عمود الدين. كل هذه الواجبات لابد أن نؤديها. بعد من الواجبات اللي كانت ما تخطر على البال من الناس لربما يتغفل عن ذلك، وهي واجبات
ردود حقوق الآخرين، ردود المظالم. يعني إنسان ليقول واحد أنا كأنما أنا ما علي ما أتذكر، لا، كل واحد يمر شني بهذه الذنوب ربما كان ما يتذكر. ردود المظالم من الواجبات، لأن الإنسان في بداية حياته لربما كان غير متوجه، في بداية الشباب مثلا، ومو شرط أداء هذا الواجب. احنا دائما يتبادر لأذهاننا بأن الأداء هو حقوق أموال. لا، انت إذا تروح للحج ينطونك دفتر، هذا الدفتر ردود المظالم فيه، حتى هاي الحجاية، الكلام المزين مع الجار، مع الصديق، مع الإنسان البعيد والقريب، هذا كله لابد أن ترد حقوق الناس، هذا أيضا واجب. والواجب الآخر هي المخالفات للدستور الإلهي. كيف أن الله تبارك وتعالى جعل لنا حياة ضمن دستور، وهذا الدستور هو القانون الذي ينظم حياة البشر وينظم حياة الفرد، القرآن الكريم. اليوم احنا نجي ونقول ما هي المخالفات، الفساد اللي نعاني منه الآن. القرآن شو يقول؟ يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعدما صلحت الأرض بمجيء الأنبياء ومجيء الخاتم النبي المصطفى محمد. فالله تبارك وتعالى يأمرنا أن لا نخالف ولا نفسد في هذه الأرض. إذن ما هي مصادر الفساد؟ أنا ممكن أذكر هاي النقاط وأدعو السامع واللي يتابع أن يذهب إلى القرآن مثلا، إلى السنة النبوية، إلى أقوال وأفعال أهل البيت صلوات الله عليهم، وينظر إلى هذه النقاط اللي راح أعددها. أول الفساد وأكبر الفساد وأعظم الفساد قتل النفس المحترمة. هسه أنا بعد ما عندي وقت إنه أذكر لك، دليلها واضح في القرآن الكريم، دليلها واضح في السنة النبوية. ماكو واحد الآن ما يعرف أن الفساد الأول وأول ما وقع الفساد على الكرة الأرضية هو قتل النفس. وهذه القصة مشهودة في القرآن، قصة أولاد آدم وقصص الأنبياء اللي قتلوا وقصص الأوصياء اللي قتلوا، هذا كله موجود يشرح. لكن أريد ألفت أنظاركم ما ورد عن صادق العترة صلوات الله عليه، يقول من قتل عصفورا للعبة يأتي يوم القيامة هذا العصفور ويقول إلهي خذ حقي من فلان. عصفور للعبة، تدشون يعني عصفور للعبة؟ واحد يعني يروح يترمى وقتل عصفور وشمر. هذا العصفور يأتي يوم القيامة ويقول إلهي خذ حقي من فلان، قتلني للعبة وهدر دمي. سألتك بالله، من روح إلى الآية، من روح إلى دليل آخر؟ إذا أنت تقرأ هذا القول الصادر من صادق العترة، هذا النابع من وحي ومنظور أهل البيت، فكيف بالذي يقتل إنسان بريء، إنسان عند عائلة، إنسان عند أولاد وأطفال بلا ذنب؟ وهي كنا نلتفت إلها بدقة، لأن إحنا اليوم إتباع آل محمد صلوات الله عليهم، هذا أولا. الفساد الثاني وهو شرب الخمر، شرب الخمر والعياذ بالله.
واليوم احنا في الحقيقه يجب ان ننهى عن ذلك. انا لما اخاطب واتكلم باسم الاسلام الحقيقي، مو الاسلام اللي جامل، الاسلام اللي يحكي القران وما يطبق القران، لا. اليوم اسلام ال محمد منظور الائمه الاطهار صلوات الله عليهم. صلوا على محمد وعلى محمد. والفساد الآخر وهو التعامل، هذه مخالفات. احنا الآن لما نجي نقرأ ظهر الفساد في البر والبحر بمن؟ بما كسبت أيدي الناس، بمعنى أن مصدر الفساد بمن؟ من التكسب لربما يأتي. هسه مو كل التكسب حرام، لأن الشارع، لأن الإسلام يشجع على التكسب من حلال، يقول الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. ما ورد حديث إلا ويشجع على الكد على العيال، يشجع الإنسان اللي يكد على عياله، شجع الإنسان اللي يعمل من حلال. ولكن هنا نجي إلى قضية القرآن كان ينهى عنها وهو التكسب من حرام. طبعا أكو أمور لازم نتعلمها، وهي هسه واحد يقول لي عمي أنا عندي دكة أبيع وأشتري. إيه، من اتجر فعليه أن يتفقه في دينه، حتى شنو؟ حتى لا يرتطم بالربا. حتى وان كان واحد عنده دكة يبيع يعني فتش أشياء بسيطة، واحد يبيع مثلا فاكهة، وإنما هاي لازم أن نلتفت إليها، لأن أكو خيارات بالبيع، لربما يصير خيار الغبن. خيار الغبن اللي هو في الفقه موجود، وهذا كون إنه إحنا نطبقه. هسه واحد يبيع رقي مثلا، واحد يبيع طماطم، واحد يبيع خيار، واحد يبيع، تقول له أشرط عليك أشتري منك هذه الحاجة بشرطها وشروطها أن تكون هذه مثلا الرقية حمراء وكون طيبة، مو هيجي؟ وإذا طلعت مو زينة شنو كان؟ أرجعها عليك. فإذا هذا خيار الشرط. وكذلك إذا اشترينا شيء آخر، أشتري منك هذه السيارة بشرطها وشروطها، فهذا يسمى خيار الشرط. وخيار الغبن حينما الإنسان يبطن هذه الأشياء، كارتون تشوف من نايم طلمعة، وبالتالي داخله شنو؟ تلقى رماد، تراب، مو تقول فاكهة لكن ملمعة، هذا شو يسمونه؟ هذا الغبن. الآن في الأسواق موجود هالشكل؟ لو تقولون ما موجود، أنت قاعد تتحدث عن أشياء ما موجودة. لا، أشياء موجودة. فالشارع المقدس لما يقول القرآن ظهر الفساد، هو الفساد شلون إحنا نعالجه؟ نعالجه حينما نجعل الثقافة في أوساط المجتمع، لأن الثقافة الدينية كانت غايبة عنا. أنا لما أريد أبيع وأشتري يجب أن أتعلم هذه الأشياء، شلون أبيع، شلون أشتري، حتى في قضية النسيئة وغيرها كنا نتعلمها ونسأل على ديننا. وبالتالي إخواني الأعزاء الأفاضل، جماعة يقولون شيخنا لا تعرج على هذه الأشياء. وليش ما أعرج عليها؟ ليش؟ شنو السبب؟ مو هذه الأشياء إذا ما أذكرها وأذكر بها الأمة رايح أنا أصبح خائن، أعلم بشيء وما أوصله للناس، شو تقولون أنتم؟ مو هالشكل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اليوم المخاطر بالعملة الربوية، العملة الربوية أصبحت متفشية في المجتمع. فهنا حينما يقول القرآن الكريم حينما ينظر إلى منع هذه العملة الربوية، والفقهاء بأجمعهم، منين أجيب لك؟ من سلر
منين؟ من الصدوق، من المفيد، من الشيخ الأنصاري رضوان الله على علمائنا الماضين. وأسأل الله أن يحفظ الباقين منهم العلماء الفضلاء. قسموا هذه المكاسب إلى حرام وإلى بيع حلال وإلى مباح وإلى مكروه. هذه التقسيمات بها زايد بها ناقص فيها تفصيل. خلينا نراجع، خلينا نراجع المكاسب اسمها المكاسب المحرمة حتى نعرف شلون نبيع شلون نشتري. وبالتالي أريد أقرأ على مسامعكم حتى يسمع اللي كان يتعامل بالعملة الربوية. أولا، ورد في الحديث الربا، ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيتان ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء آكلة الربا. وعن صادق العترة صلوات الله عليه قال: درهم ربا أعظم عند الله من 30 زنية، يعني زاني، زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته وإلى آخره. نعم، 12 آية، ما عندي مجال أذكرها، 12 آية كلها في القرآن تحرم الربا. أول غزوة من غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه قطع الطريق على من؟ على اليهود، ومنع تجارتهم. هاي التجارة الربوية اللي قطعها النبي أول يوم في مجيء الإسلام ومبدأ الإسلام وبنية الإسلام، نهى عن التجارة الربوية. ولذلك أن سبب اليهود يضدون الدين الحقيقي، خلينا ألمح لك هذه ملاحظة قوية هواي. أكو إسلام كان ويا اليهود وشكل عنده مصالحات مع اليهود، وأكو إسلام باقي محتفظ بمن؟ ببنية الرسالة، بالتركة اللي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله. لحد الآن اليهود يبثون السم ويحركون قواهم، ينطون الأموال لغرض الإطاحة بالإسلام. وأي إسلام؟ إسلام الأوصياء اللي حفظوا إسلام محمد صلوات الله عليه. وإلا تعالى أقول لك أكو إسلام موجود يتعامل معهم، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة في كل شيء، في كل هذه العملة. لكن أكو إسلام اسمه إسلام علي بن أبي طالب يتحرجون منه. ليش؟ لأنه قطع الطريق على هذه المفاسد. شرب الخمر موجود، الزنا واللياطة والعياذ بالله هم اللي الآن يدعموها، شرب المخدرات علن الآن يدعموها. الآن العمل الربوية اللي جعلت، احنا تدرون شنو اللي نتحدث عنه؟ شنو؟ قل لي المخاطر لهذه العملة اللي الآن جعلت تمزيق اللحمة، لحمة المجتمع الإسلامي. الآن شقد، كم مشكلة تسمع، كم معركة تسمع بالمجتمع على قضية الربا، صحيح لو لا؟ ما تحس ويجيك وقال لك يابا احنا نطلب فلان فد 40 دفتر، منين يجيب هذا 40 دفتر؟ يقول لك ما ادري ابني، ما ادري بي. والعملة الآن الموجودة، وهذا لا تقول اذا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخلاصة، ها، اذا تركنا الامر بالمعروف، مو انا اللي اقول، هذا امير المؤمنين سلام الله عليه، طبيب لجميع النفوس المريضة، قال: لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم فتدعون فلا يستجاب لكم. فلا تقولون حل بنا الظلم، لا تقولون سلط علينا ظالم
واحد يجي يقول لي شيخنا لا أكون ما تذكر هاي الأمور، وشنو مشكلتنا غير هاي الأمور إحنا؟ هو شنو يعني الآن مثلا، تعال خلينا أقول لك، لما يجي واحد ويقول يلا ويجيب له مثلا قارئ ويأمره يقول له تعال أقرأ وذكرني بالفساد وتكلم على الحكومة، مع العلم هو نفسيته يعمل فساد. ليش؟ لأنه مثلا سرقات النفط، هذا سرقات الصهاريج الموجودة، لما مثلا ياخذ صهاريج ويطلع الصبح يقول يابا هاي الحكومة مفسدة، هذا صحيح؟ مو صحيح. هذا جميع الناس خداع، هذا شاعر يقول جميع الناس خداع إلى جنب خدع، يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا مو صحيح هالشكل. وذاك اللي ياخذ رشوة يطلع الصبح يقول هالشكل، وهذا اللي يتعامل عملة مو صحيحة، المجتمع مو هيك ينصلح. منظور أهل البيت إخواني وأعزائي، منظور أهل البيت هو التعبئة الروحية. نبحث عن النوعيات، أنت لا تقول لي الآن عن الكم، نبحث عن النوع. هذا ما أشار إليه النبي، يعني مو أبو ذر الغفاري مثلا، سلمان المحمدي، هاشم المرقال، فلان من الصحابة الأجلاء، ليش كل واحد يمثل أمة؟ حتى قالوا صدر الإسلام يتمثل بهؤلاء الصحابة. العلماء اليوم ليش عندهم هذه العصمة الاكتسابية وهكذا؟ فإذا لما نريد أن نلاحظ هذه الملاحظات حول إفشاء هذه المفاسد، فإذا الخيانة لله تبارك وتعالى حينما نتجرأ على القانون. هذه القاعدة اسمها قاعدة التجري، على من نتجرأ؟ على الله تبارك وتعالى، لأن الله كما ورد في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله حد لكم حدود فلا تعتدوا عليها، أو فلا تعتدوها، وسن لكم سنن فلا تغيروها. أكو سنة واحد يقدر غير سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ صلوا على محمد وآل محمد. وبالتالي إحنا في الحقيقة لما نجي ننظر إلى هذه القضايا، هذا الأمر الأول اللي تشير إلى الآية. الأمر الثاني خيانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، بمن هذه الأسوة الحسنة؟ بمن؟ بالتجارة، بالعبادة، بالسياسة، بالثقافة، بالتركة؟ غير لازم إن أسوة حسنة بالنبي، لو لا لابد أن نتحول إلى دولة مدنية اسمها دولة الرسول اللي بناها وتركها ونأمل عودتها على يد الإمام المنصور من آل محمد صلوات الله عليهم. الخيانة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيانة الرسول، إذا أردنا أن نعرف هذه الخيانة نتعرض إلى سبب النزول للآية المباركة. سبب نزول الآية يقول هي نزلت بحق رجل من أصحاب النبي اسمه أبو لبابة. هذا الرجل كان يعيش مع النبي مقاتل، وكانت عائلته وأمواله وأرض اللي يزرعها مع اليهود مع بني قريظة. فالنبي حاصر اليهود 21 ليلة وطلب منهم أن يسلموا أو يسلموا على يد القائد سعد بن معاذ. فبعدين من حاصرهم النبي طلبوا، قالوا له احنا نريد تصالحنا
كما صالحت بن النضير وتطلق سراحنا أو نمشي إلى أرض الشام إلى أريحة. يقول فقالوا له نريد واحد احنا نطلبه ونسلم على يده. قال لهم اطلبوا. فيقول طلبوا ابو لبابه، قالوا له هذا كنا نعرفه ونريد احنا نستشيره نسلم لو ما نسلم. فيقول النبي حمله امانه، قال له تروح لهم وتقولهم ان يسلموا على يد هذا القائد، وهذا أمر من الله ومن النبي صلى الله عليه وآله. فيقول لما اجي لهم، القصة طويلة، لما اجي لهم قالوا له يا أبا لبابة نسلم أم لا، شو تقول أنت؟ يقول فأشار إلى فمه بمعنى شن الذبح، قال لهم لا تسلمون. يقول وإذا بجبرائيل ينزل إلى هذه الخيانة بهذه الآية المباركة، هو يقول والله بمجرد رفعت ايدي الى فمي فعلمت اني خنت الله وخنت الرسول. هاي الاشاره اللي اشار لهم، هاي اشاره. بعدين هو من رجع وين؟ ربط نفسه بساريه من سوار المسجد. اذا تروح الى مسجد النبي تلقى اسطوانه مكتوب عليها غفران الذنوب، وهذه الاسطوانه هي اسطوانه هذا الرجل اللي صدرت منه هذه الخيانة. فيقول النبي كان يدز جماعة إلى، يقول له إن الله عفى عنك وقبل منك التوبة وغفر لك. يقول لا، إلا أن يأتي النبي ويحل هذا الرباط بيده، لأن أنا ما أقدر بعد أرجع إلى مثلا النبي إلا هو أن يأتي ويقول لي إن الله غفر لك. فيقول إجا النبي قال إن الله غفر لك. بالتالي قال يا رسول الله المكان اللي خنت الله فيه وخنتك يا رسول الله بعد ما أبقى ما أقدر أباوع للناس. شوف هذه إشارة، إحنا نجي نستشف من هذه القصة وسبب النزول كم إشارة صدرت منا، كم حكاية صدرت منا، كم قول فرق الجماعة الصالحة. شو تقولون يصير يوم ما يصير؟ نلتفت لهذا القول لو لا، نلتفت لهذه الحكاية لو لا، نلتفت لهذه الفتنة لو لا. فبالتالي هنا هذه الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين لما نجي إلى أن الإنسان عليه أن لا يخون الرسول في قضايا كثيرة، قضايا كثيرة. يعني الآن مثلا شنو تعريف السنة النبوية؟ تعريف السنة النبوية مجموعة أقوال وأفعال وتقارير، مجموعة أقوال وأفعال وتقارير. هسه احنا الآن مثلا نقدر نأكل الدجاجة إلا بدون ما طريق الذبح؟ هاي شنو هذا؟ هاي نجتمع الآن نشترك بعامة المسلمين بمن؟ بطريقة الذبح، لأنها طريقة شنو؟ طريقة نبوية، سنة نبوية. وكذلك العقد، وكذلك عقد البيع، وكذلك الإيقاعات التي تحصل منها الطلاق وغيرها، كلها على عهد النبي، وكلها الآن تهمنا في حياتنا احنا وما قاعد نلتفت إلها. احنا كون في كل يوم نجعل برنامج للمذاكرة، للمذاكرة شنو هذا حلال حرام، ذاك شنو هذا شلون يهمني وهكذا. فإذا يقول أن الخيانة للرسول صلى الله عليه وآله هو عدم تطبيق المنهج النبوي، يعني السنة النبوية. ثم نأتي إلى الأمر الثالث وهو أداء الأمانة. شوف الآن الآية تتحدث عن من؟ عن سنة إلهية، يعني هذه الأرض مبنية، هذه الأرض مبنية على من؟ يعني احنا الآن نقول نعيش في هذه الأرض ونتمنى حياة سعيدة، حياة كريمة، حياة العزة، حياة الازدهار،
هذه لا تحصل إلا بأداء الأمانة بعد ونبذ الخيانة. السيد الصدر في كتاب، هذا الكتاب اللي يذكر فيه أداء الأمانة، يقول هي أداء ما أأتمن عليه المرء. يعني مثلا أموال أو غيرها، بعدين هم احفوني من التفصيل، لأن أداء الأمانة مرة تكون تنقسم إلى قسمين، ملكية وشرعية. هاي الملكية يعني هو الإنسان يملكه، يقول له أنا استودعتك، هاي أموالي، انطيتك هاي سيارتي. هنا فيها فرق، لأنه في الشرعية يستدعي شنو مثلا البلوغ العقل، لأنه الصبي المميز شنو كان ما يقدر أنه يستودع أمواله إلا كون شنو يا إنسان عاقل، وهذا ما يستودع أمواله. وكذلك في التفريط، هاي كل التفصيل وين تراجعون إلى رسائل العلماء فيها هذا التفصيل، كون نطلع عليها. وكذلك هذه الأمانة، وهي الأمانة الشرعية والأمانة الملكية. القرآن الكريم يشير إلى أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لمن؟ إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس شنو؟ أن تحكموا بالعدل. هذا الأمر، إن الله يأمركم، بمن يأمرنا؟ أن تؤدوا الأمانات لمن؟ إلى أهلها. سأسألك سؤال، هاي الأمانة هي للمسلم لو عامة الناس ليس تتعلق أداء الأمانة، إذا يمي إنسان كون أدي أمانته، كون أرجحها إليه، صح لو لا؟ كون أحافظ عليها. هاي الأمانة مو تتعلق فقط بالمسلم ولا بالمؤمن، أن أداء الأمانة هو قانون إلهي يحفظ الإنسانية. والشيء بالشيء يذكر، هذه قصة تحكي وإلها علاقة بالموضوع لأداء الأمانة. قتيبة ابن مسلم يحكي على الواقعة عبد الرحمن اللي هي بزمن الحجاج، يقول جيء بعشرة أسارة جابوهم دخلوهم على الحجاج. الحجاج عليه لعائن الله يقول أمر بالنطع، النطع هو التابوت. هسه تابوت يوصفوه منين؟ احنا اليوم اذا نوصفه من البلاستيك، هذا يضع عليه الإنسان ويقطع رأسه بالسيف، هذا لمن؟ يقطع الرؤوس. يقول فجابوا العشرة فأمر بقتلهم بعد ما جاب النطع وأخذ يقتلهم. قتل تسعة وأذن المؤذن. يقول فرفع الحجاج عليه لعائن الله سيفه، بقي واحد، قال هذا خذوه بكرة جيبوه نفس الوقت ونعدمه، نقطع رأسه. يقول قتيبة هذا ابن مسلم، جبنا هذا الرجل، من طلعنا يقول قال ممكن تمهني ساعة وأرجع لك الأمانة بيني وبينك الله تبارك وتعالى. يقول أنا قلت له هذا هو طريق للهروب، تريد تشرد؟ قال الله يشهد علي، الوقت اللي تريدني بيه أحضر إليك وأرجع هو أنا ملزم به. قلت له ليش إنه تريد ترجع؟ قال لأن الشرطة لزموني بالشارع وأنا علي ديون كثيرة، وأنا بهاي الساعات أرجع لأهلي وأقولهم يا بفلان مثل يطلبني عشرة، ذاك يطلبني خمسة، هذا يطلبني كذا، أرجع الأمانات إلى أهلها وبعدين أرجع لك. يقول أنا قبلت منه، شفت إنسان
يعني أمين. فيقول سبحان الله قبل أن يؤذن المؤذن وإذا بهذا الرجل يدخل. في اليوم الثاني أخذنا إلى الحجاج قلنا له هيش القصة جرت هذه هيش راح ورجع على الوقت. يقول فأمر أن يعفو عن من؟ عن هذا الرجل. قال هذا ما دام شني أمين وأدى الأمانة. الأمانة شرط، مو شرط أن يكون مع المؤمن أو المسلم، حتى إذا كان جارك شنو من بقية الأديان، إنسان تتعامل وياه. هذا ديدن الطواغيت، الطواغيت ما إلهم أمان ولا عندهم أداء الأمانة، لأن أكبر أمانة استودعها النبي هم العترة الطاهرة، هم الأطهار الأئمة صلوات الله عليهم. وبالتالي إحنا لما نجي ونقرأ كيف هذه الأمانة، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هنا كأنما هذه الأمة اللي ظلمت آل محمد، ظلمت أهل البيت، ظلمت سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأمة اللي ما تحترم، شوف هذا التجري، هذا التجري الحصل. يعني إذا هذه الأمانة اللي النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إني مخلف فيكم الثقلين، من هما الثقلان يا رسول الله؟ قال الكتاب والعترة، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. وأكبر خيانة خانت الأمة يوم الحسين صلوات الله عليه، يوم اللي طلبوا منا أهل الكوفة قال اقدم إلينا يا ابن بنت رسول الله فإنك إن وافيت يلتئم الشعب. فالإمام الحسين أرسل إليهم رجل من آل محمد وهو مسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل في اليوم الأول كانت الناس تزدحم بالصلاة خلف مسلم في مسجد الكوفة، ولكن لما دخلوا أهل النفاق وأهل الشقاق وأهل المادة ماذا صنعوا؟ فرقوا الجماعة وجعلوا الإرهاب كما الآن تلاحظ اليوم شلون كان الإرهاب اللي موجود يقتل ويعتدي على البيوت وإلى آخره. فصنعوا بآل محمد. سبحان الله، إذا كانت الناس تتصور، يعني يجي القارئ يصور لهم، اليوم صارت حقائق كيف أن هؤلاء جماعة معاوية يعتدون على الطفل، يعتدون على السيد، يعتدون على الإنسان من سائر الناس، يعتدون على الكبير، على الشيخ، على المقدسات، على المساجد، على المراقد، على ما يبقى واحد. وبالتالي أن الناس اللي كان ما كان يتصورون هيجي صنعوا بأهل البيت، اليوم قالوا والله الحق مع الشيعة حينما يسترجعون ويتذاكرون بهذه المظلومية. وأي مظلومية هاي؟ هي مظلومية آل محمد. واليوم احنا مظلوميتنا وما نعيشه الآن من مأساة ومصائب هي كانت من مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم. على العموم لما جاء مسلم بن عقيل ماذا صنعوا به؟ صنعوا ما صنعوا إلى أن وصلوا به إلى أن يصعدوا به إلى أعلى القصر وهو عطشان. شربت الماء أنتم يا شيعة؟ هل تذكرتم مسلم بن عقيل باب الحوائج؟ الليلة أريد أذكر مسلم بن عقيل، ها
ومنه البات وياكم الحسين وبعد وصاحب العصر والزمان يبكي بدم على هاي المصيبة. يقول صعدوا بمسلم وهو ينادي وغوثاه ومصيبته إلا طاعة نادي ظلت تناديهم يا أهل كوفان رحموه هذا ابن خل كرار حيدر لا تسحبوا. ظلت تناديهم يا أهل كوفان رحموه هذا ابن خل كرار حيدر لا تسحبوا. خلوه براحته قلب شعبته ولما لكم مذهب ولا دين. رحم الله الشاعر كان يجسد الموقف. صاحت يا مسلم يا عظم خجلتي بيك شبيدي انا حرمة وضعيفة ما اقدر احميك. هذا الشاعر اللي يجسد على لسان مسلم. ها قال 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 يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة يا طاع اليوم 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 ما تحصل سلامة. أنا وصيت جانب هالبلد طبة ويتامة يتامة يتامة قول ترى مسلم يبلغكم سلامة سلامة وأجرش عن نبي سيد الكونين. يقول بعد ذلك انت الان تبكي لكن يبكي الحسين. وين بكى الحسين؟ ها يقول لما جاء الخبر هذا الانسان اللي اخبر الحسين. الحسين مخيم قريب من الكوفة وكل واحد اللي يمر يسأل الحسين عليه واذا بهذا الرجل اقبل. يقول سأله الحسين اريد اسألك عن مسلم دخل الى الكوفة. قال سيدي والله ما خرجت من الكوفة إلا ورأيت جثتان يتراما الصبيان. سيدي يا أبا عبد الله صنعوا بنا هكذا في مناطقها. اتصور أكثر شلون صنعوا بالسادة شلون صنعوا بالمؤمنين شلون يترامون الصبيان الجثث. قال سيدي والله ما خرجت من الكوفة إلا ورأيت جثتان يتراما الصبيان في شوارع الكوفة. سألت عنهما قيل هذه جثة مسلم والثانية جثة هان بن عروة. يقول الشاعر ها وهاني وهاني عمل كوفان هد حالي. اي وياي وياي ها وين ما تسمح الصوت. ويلي 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 عمل كوفان هد حالي وهاني ولا شرب صبح طيب وهاني وهاني يا وصف رجل مسلم وهاني ايب حبل بلسوك شدوهن سوي. يقول بعد ذلك الحسين سلام الله عليه الآن أنت تباوع تشوف هاي الأيام ما أريد أجر عواطفكم تباوعون إلى التلفاز تشوفون أكو صور مروعة تشوفون أكو بنية جايبة صورة أبوها وقاعدة وتقول يا أبويا هذا العيد إجا بويا إجا العيد وأنت مو بالبيت منو اللي يجيب لنا الملابس أنت جنت ويانا شلون يتصدع قلبك لولا. شوف أهل البيت يقول من إجا الخبر للحسين كانت أكو وديعة من الحسين. يقول قالها يا زينب وين حميدة بنت مسلم؟ جابها يقول أجلسها في حجر وأخذ يمسح على رأسها. الطفلة أحست باليتم
قالت قالت بويا تمسى على راسي بجفك، بويا تمسى على راسي بجفك، بويا عندك خبر مكروه عرفك. أين جت الوالدي وفقدايا يا 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 كلفاك. يقول الطفل تفشو يا الحسين، والحسين يبكي معها وتقول لأبويا أريد أبوي أريد مسلم ابن عقيل. يا بتشم طفل المسلم ابن عقيل تشم طفله وانت تريد تواسها. الشاعر يقول يا من بالبواج تريد توف حسين وعياله، ابكي المسلم المظلوم وابكي المحنة اطفاله. بعد اكثر ابكي ها هواي اطفال شو تقولون، ها هاي الطفلة اللي تبشي على أبوها وإجا العيد شلون تبشي وياها يوم ما تبجيها. الحسين هم يبكي وياكم عليها. تقول بويا ورسمك ظلت بس تصاويرك، بويا ظلت بس تصاويرك ورسمك وقرأت أسماء من ربعك. يا ابويا ورسمك ما يحتاج رسمنك، ورسمك لو ان رسمك نفس ويدور بيه. واحد طلب مني قال يا شيخ اذكر لي اخوي شهيد راح، شهيد راح وكنا كل عيد نجلس على مائده، اليوم شلنا بالحياه اخوي راح بعد ما يعود اخوي. اي من واي من واي خويا قلبي خزن الفرقاك، يا خويا من واي التهب من كثرة الحسرات، من واي طول وياك دهر جان، من واي لجن بالعكس وذر نار بي. سيدي يا أبا عبد الله أنت الآن تبكي مع هذه الطفلة، لكن أكو أطفال هواي وطفلة ظلت عندك بالمدينة عينها ربيعة وهي فاطمة. خلينا نعرج لهذه الطفلة، وعدنا أطفال هواي والعيد جاي وعدنا هواي شهداء. قالت وين أبويا القال يومين ونجيج، وين ابويا القال يومين ونجيت، وين ابويا القال الاكبر اعتنيت. هاي لا حصلت بديها ولا هديت وظلت على الدرب تربع عيونها. شلون هاي الطفله بقت بباب الدار تقول بويا وين الذي ياخذ لي كتاب. إيه اريدك تنعى وياي بهالطور هذا، وهاي نصرة للإمام. ها ويان الذي ياخذ لي كتاب به البوج وبه الاعتاب، وعلى الخل وعيون على الباب، بويا ما ودوا علي شنه الأسباب، والله ظليت أحسب مية حساب، مدرى صار بهلي الغياب. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. يا الله إلهي عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. يا الله عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. يا الله انتقم من الظالمين، الظلمة والظالمين التكفيريين وأسيادهم. يا الله كل من يدعم الإرهاب، اللهم انتقم من أمريكا وإسرائيل وآل سعود، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، وانصر إمام زماننا
وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم احفظ المجاهدين وانصر المجاهدين والمقاتلين المدافعين عن هذا البلد يا الله. إلهي إلهي، اللهم شاف الجرحى من المقاتلين من المجاهدين من الحشد الشعبي يا الله. اللهم أرحم شهدائنا، أرحم شهدائنا، أرحم شهدائنا العلماء، شهدائنا في هذه الأيام، أماتنا خصوصا أمات الحاضرين والسامعين وأمات المؤسسين والقائمين والمشاركين في هذه الخدمة يا الله.